اليوم مدخل تلعفر، مدخل ربيعه، من المداخل الجميله جدا اصبحت. يعني تشوفون الجزرات الوسطيه والاشجار والشوارع للمدخل، شيء نفتخر به. يعني اصبح اللي يدخل للمدينه حقيقة يعني يبتهج، وبعد ما كان مدخل بائس جدا. أيضا جزرات الوسطية تم زراعتها بالأشجار والثيل ومنظومة رش، لكن للأسف الكبير هناك ثلة من المواطنين ما أعرف يعني هذه العبثية تشمر البطالة بالجزرات الوسطية هذه الحلوة. ليش هي هذه مالتنا كلنا، هذه ملكنا كلنا. جمال المدينة يعكس شخصياتنا كلنا، يعني منظر حقيقة غير جميل وغير حضاري. وأيضا قسم من الباعة يعني اتخذوا من الجزرات الوسطية للشوارع الخدمية والشارع الخدمي أيضا مكان للبيع، وبدأوا يذبون النفايات مالهم. البلدية مطالبة أنه ما مسموح نهائيا لأي كائن من يكون أن يفتح بيع خضر أو بيع مشروبات غازية وماء على الجزرات الوسطية. ايضا عتب على الشرطه، عندهم نقاط قريبه ودا يشوفون ذول اللي دا يشبرون بطاله بالجزره الوسطيه، عليهم ان يمنعون هذه العبثيه ويلقون القبض على كل واحد يعبث بجمال المدينه. احنا زرنا اللوبات بالايمن وزرنا الجزرات الوسطيه، اكو اهتمام انه تكون المدخل وتكون اللوبات من اجمل ما يكون، لكن ايضا على اهلنا انه يراعون هذا التعب اللي دا نتعبه والاموال اللي دا نستثمرها من اجل ان تكون المدينه اجمل ما يكون. نثمن جهد كل القائمين على هذه المداخل ونطلب من أهلنا أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللي يشوف واحد يشمر أبطالة أو نفايات بالجزرات الوسطية هذا منكر، وعلينا كلنا أن نتصدى له. شوفوا المدخل شلون صار يشرح القلب، وشلون المدينة من تدخلها. علينا كلنا احنا مسؤولين على الحفاظ على هذا المنشأ اللي استثمرنا به فلوس وجهد، ونريد نظهر المدينة بالمظهر اللائق. من اليوم رافقنا السيد المحافظ في جولة في المدخل الغربي لمدينة الموصل من جهة قضاء تلعفر، من جهة ناحية ربيعة قضاء سنجار. بصراحة المظهر للشارع جيد جدا، حيث البلدية مشكورة قامت بعمل شارع نموذجي، سواء عملية التبليط، عملية القالب الجانبي، الجزرات الوسطية، التشجير. ولكن نطلب من المواطنين أن يكون تعاونهم كبير مع البلدية في الحفاظ على النظافة وعدم استخدام هذه المرافق الجميلة في كمكب للنفايات أو شمر ورمي القناني الماء الفارغة. بصراحة هذه المناظر يعني غير صحيحة، وبالتالي نطلب من كل المواطنين أن يكون دورهم إيجابي في التعاون مع الدوائر البلدية، المجاري، الماء، الكهرباء، سواء الكهرباء في عملية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك الماء المجاري بالحفاظ على كل فتحات المنهارات بعيدة عن مكب النفايات. أيضا البلدية بعملية رمي النفايات والأنقاض في الأماكن المخصصة. البلدية وحدها لا تستطيع أن تحافظ على كل
قطاعات النظافة في المدينة. المدينة كبيرة وعدد النفوس كبير، وبالتالي إمكانيات البلدية متواضعة إلى حجم مساحة المدينة. لذلك على كل المواطنين نهيب بهم بالتعاون مع البلدية، وأن يكون هناك ثقافة لدى الأفراد خاصة في هذه المناطق الشعبية بعملية الحفاظ على هذه المنجزات والمكاسب التي تحققت من قبل الحكومة المحلية في مجال الإعمار. وإن شاء الله المرحلة الجاية ستكون مرحلة انطلاق مشاريع أخرى في محافظة نينوى.